في لقاء جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للموالين الجزائريين حول تربية الأغنام وإنتاج اللحوم الحمراء، أكد الطرفان على وفرة الإنتاج والكمية لتغطية السوق الوطنية خاصة مع اقتراب شهر رمضان. ممثلين تاع الفيدرالية طمأنونا على الالتزام تاعهم باش يوفروا لنا الكمية اللازمة من اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام اللي تعرفوا تكون عليها طلب كبير في شهر رمضان. إنجاز كبير دار في هذه السنين الأخيرة هي ثلاث مذابح كبرى في على الشرق والوسط والغرب. في هذه المذابح هذه هي اللي تكون البوابة تاع دخول الفائض تاع الانتاج كل يدخل عبر هذا المذابح هذه، يكون عندنا فكرة جيدة على الانتاج للطوناج تاع اللحوم الحمراء تاع مصدرها للأغنام. لكن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يشكل هاجساً للمستهلك مع حلول شهر الصيام، وبطرح الإشكال على رئيس الفيدرالية أكد لنا أن المشكلة خارج إطار الموالين. أما الأسعار ما تماش، هو خطيه، راه كاين الوساطة وكاين كذا، هو راه كاين جوج اللي ماشيين عليه ضحية، كاين هو الموال وكاين المستهلك. الموال يعني يدوا عليه بسومة رخيصة، ماهوش يبان الموال بروفيت با دو فهمت، والمستهلك لا غالب، واللي هم يلعبوا الوساطة هم اللي هم يعني لو كان يعني كان جاي يخافوا ربي، كل واحد يخدم على الله يعاونه والربح صحيح الربح يكون معقول. وإذا كانت الوفرة موجودة لتغطية السوق الوطنية بهذه المادة، فإن توازنات السوق من أولى الأولويات.